تعب منه. للاسف الشديد دي سبيشن بقت توصل الحمد لله عشان بس نشوف ان نسبه الوفيات عاليه جدا في المرض ده، ومش برضه دي معلومه مش واصله لبعض الناس. وبعدين انا دورت في المعاين لقيت ان هو فعلا التغيير الهرمي هو قصور القلب. رحت السعوديه عندهم جمعيه برضه لقصور القلب، كانوا بيقولوا قصور القلب. فاحنا عايزين نتعود على لفظ قصور القلب. تعريفه انا اقول هو قصور القلب هي حاله خطيره بتحدث عندما لا يضخ القلب الدم الى اجزاء الجسم بطريقه مثلى، وهو ما يعني ان قلبك لا يستطيع ايصال كميه كافيه من الاكسجين والتغذيه الى جسمك، وقد يتسبب هذا على سبيل المثال في شعور بالتعب لاعراض الاجهاد نهائيا، وقد يؤدي الى تراكم السوائل في رئتيك. نسبه الاصابه بقصور القلب لدى الاشخاص الذين تتراوح اعمارهم ما بين 65 ل 74 7%، وتزداد توصل ل 15% عند فوق سن ال 85، وده احنا عندنا في مصر ما بنعيش السن دي لكن بره الارقام دي موجوده. انا الدكتور محمود حسنين استاذ امراض القلب في كليه الطب جامعه الاسكندريه، وانا رئيس الجمعيه الجديده اللي هي الجمعيه المصريه لرعايه مرضى قصور القلب. امراض القلب هي السبب الاول للوفيات في مصر، واحنا فعلا كاطباء قلب لاحظنا ان نسبه الاصابه بامراض القلب زادت جدا في مصر خصوصا ما بين الشباب وصغار السن. احنا قدامنا مهمه كبيره لتوعية بمرض قصور القلب، الأسباب التي تؤدي إلى قصور عضلة القلب، وسبل الوقاية والعلاج من هذا المرض الخطير. هندي السمان، عندي قصور في الشريان الداكي، انا جالي القلب من وانا عندي 39 سنه. هدعم مع الجمعيه المرضى الجداد ان احنا نلحقهم، ان احنا نوعيهم، ان احنا نقول لهم الدواء، يعني الدكتور اللي يروحوا له يفهمهم الدواء ممكن ياخدوه ازاي، ان مخاطر ان هو لو لقى نفسه كويس ويروح مبطل الدواء، لان ده مش شويه انفلونزا، ده بيبقى مرض محتاج ان الدواء يتاخد باستمرار.